استاذ اسلام طرخان مسؤول الشركه السياح، شركه سياحه، اللي نقلت اتوبيس او نقلت لاعبي نادي الزمالك من نادي الزمالك كان المفروض للاستاد وما حصلش كده طبعا. خليني بس اوضح او يوضح من خلال تواجده معانا ما حدث بالظبط. استاذ اسلام مساء الخير عليك. مساء الخير، تحياتي ليك. اهلا بيك. سؤالي الاول يعني التفاصيل، احنا نادي الزمالك طبعا عنده اتوبيس، لكن النهارده موجود اتوبيس مختلف وخاص بشركتكم في نقل لاعيبه نادي الزمالك من نادي الزمالك لاستاد القاهره، ما حدث ارجوك؟ هو اللي حاسس فندم ان هو احنا طلب مننا اتوبيس تقريبا في حدود الساعه 3 او 10 ان هو ينقل لعيبه نادي الزمالك لغايه استاد القاهره. الاتوبيس اتحرك تقريبا من عند النادي في حدود الساعه 4. 4 يعني قبل اللقاء بثلاث ساعات تقريبا. ثلاث ساعات تقريبا. ونص. طيب وبعدين ما حدث بقى بعد كده؟ اللي حدث ان الاتوبيس خد خط سيره ونزل من على اكتوبر على بنزينه في شارع رمسيس. اللعيبه كانوا عايزين يدخلوا تقريبا الحمامات، اشتروا حاجات، وبعد كده بلغوا السواق ان هو يقدر يرجع النادي تاني، ان هم هيستقروا له تاكسي وهيقدر يرجع النادي تاني باللعيبه. بالاداريين يعني اللعيبه يعني وهم ماشيين رايحين الاستاد طلبوا ان هم يخشوا الحمامات، فتوقف الاتوبيس عشان يخشوا الحمامات. فين بقى؟ في رمسيس؟ في بنزينة في رمسيس. بنزينة في رمسيس. طيب يعني هم يعني انا عندي معلومة ان هم بقى وقفوا وكانوا عايزين يشربوا مية وابتدوا من كشك كده كان برضه في الطريق ان هم يجيبوا بالظبط. منه ان حاجات. هو صح مظبوط مظبوط. يعني. لكن الاوتوبيس عطل ولا ما ولا كانت لا امور كان عاديه بالنسبه لكم؟ الاتوبيس ده مرسيدس 600 موديل 2019، تمام؟ ده بالنسبه للسياحه ده يعتبر اتوبيس زيرو. احنا مراقب علينا من وزاره السياحه، الاتوبيس بيبقى متسير بالجي بي اس، بيتعمل له دايما صيانه دوريه. الاتوبيسات دايما بتبقى يعني دايما بتتعاين من وزاره السياحه. طيب فالاتوبيس تقدر حضرتك تقول ان هو كزيرو، ان هو ما فيهوش اي اعطال نهائي. طب خط الرجوع جه ازاي؟ يعني هو الطلب من السواق ان هو يرجع تاني ولا اللعيبه نزلت ما رجعتش تاني؟ لا اللعيبه نزلت ما رجعتش تاني وتبلغ من عن طريق الاداري ان هو انت تقدر ترجع مع اللي هم العمال تقريبا بتاع الكوز على النادي تاني. يعني ما كانش في اي مشكله والسواق مستنيهم ان هو يوديهم بالظبط الاستاد يا وده. كابتن، بالظبط. والاتوبيس ما فيهوش اي مشكله نهائي. طيب يعني في معلومات عند حضرتك كان كام لاعب كانوا في الاتوبيس موجودين في لا الرحله ما دي؟ عنديش معلومة عدد اللاعبين اللي كانوا في الاتوبيس كام بالظبط. 14 لاعب تقريبا، كان موجود 14 لاعب. 14 و10 اربعه. جهاز فني. طيب يعني برضو معلومه حضرتك اكيد من خلال سواق الاتوبيس اكيد وصلتك، هل كان الطريق زحمه او بالنسبه للرجال المرور اللي كانوا متواجدين لتامين الاتوبيس كانت الامور سهله ولا توقف الاتوبيس مثلا للزحام؟ لا هو كده كده النهارده كان في زحام، طبيعي ان هو الاتوبيس يعني متهيألي مصر كلها عارفه ان كان في زحام النهارده. اكيد اكيد. لكن بس هي النقطة اللي أنا بناوه أنا إن هو الأتوبيس سليم مليون في المية، ما كانش فيه أي أعطال. الأتوبيس موديل 2019 مرسيدس 600، دايماً بتعمله فحص عن طريق وزارة السياحة. عداد الأتوبيس 60,000 كيلو، لسه معمول له صيانة 60,000 كيلو. طيب انا بشكرك استاذ اسلام يعني لتوضيحك الامور الخاصه برحله النهارده واتوبيس نادي الزمالك كان متجه للاستاد، وزي ما قال كده استاذ اسلام مسؤول عن الشركه اللي نقلت لاعبي نادي الزمالك ان الاتوبيس جديد نوفي ما فيهوش اي مشكله خاصه بالاتوبيس، ما عطلش، اللعيبه وقفوا في رمسيس في احد البنزينات دخلوا الحمام وبعد كده كشك ابتدوا يشربوا ميه او يشتروا ميه وحاجات حلوه كده عشان الرحله طويله شويه للاستاد القاهره، وبالتالي في وقت من الاوقات اداري الفريق او اللعيبه نزلوا ما طلعوش تاني، اداري الفريق قال للسواق تقدر ترجع للنادي تاني تنزل الحاجات او تنزل الكور وتبتدي تتكي على الله.